تمكن طاقم طبي بالمستشفى الإقليمي لإنزغان من إجراء عملية جراحية ناجحة استغرقت 4 ساعات لإزالة ورم على مستوى الحنجرة لفائدة مريض يبلغ من العمر 52 سنة، منهيا بذلك كابوس معاناته اليومية مع هذا المرض. تم إزالة هذاك الورم وكاع دوك الولسيسات اللي كانوا شاد فيهم وداك الانتشار ديال المضيع كذلك حتى هو تحيد إزالات وتكرت وداك الشيء وتقامت واحد العملية بحال نوع عملية تجميلية باش يبقى واحد الإنسان عنده فيه من ياكل من يدوز الماكلة ديالو بدون ما يستعمل تيويات ولا شكل آخر. والحمد لله هذه العمليه يعني كتشكل بالمناسبه للمستشفى ديال نزكان واحد القيمه، يعني لان المستوى ديال العمليه كيتشكل في المستوى الثالث يعني النيفو 3، يعني العمليات ماشي العمليات البسيطين ولا الحمد لله الاطباء ديالنا وكيرجع لهم هذا الانجاز اللي الحمد لله الدكتور لابن علي ولا الدكتور ابراش اللي شاركوا في هذه العمليه وهذا الطاقم ديال التخدير والطاقم ديال الممرضين اللي شاركوا في هذه العمليه وساهموا فيها بشكل كثير وساهموا حتى في لرفع من القيمه ديال المستشفى وفي العرض الصحي ديال المستشفى. دابا حاليا الحمد لله ولاو العمليات اللي كيديروا ديال الاورام اللي كان كيداروا في اماكن اخرى كانوا الناس كان كيمشيو مثلا مراكش ولا المستشفيات الجامعيه مراكش ولا ديال الدار البيضاء، الحمد لله ولا كيدار على مستوى مستشفى إنزكان. وهذا الشيء كيجي في إطار في انخراط سياسة وزارة الصحة زيرو موعدي اللي انخرط فيها المستشفى الإقليمي بجميع الأطر ديالو باش نوصلوا لما تم شهر أكتوبر نهيو جميع المواعيد اللي عندنا اللي عندهم عمليات جراحية. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الأطر اللي بينات على كفاءة عالية انه مستشفى اقليمي، وبالطبع يرجع الفضل كذلك الى تدشين مركب جراحي جديد يوم 11 يناير بمعدات واجهزة جد متطورة اعطت انطلاقة جديدة ونفس جديد للمركب الجراحي والمستشفى الاقليمي لإنزكان. من جانبه عبر المستفيد الذي لا يزال يرقد بالمستشفى منذ نحو 20 يوما عن امتنانه للطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، مبديا سعادته وسعادة أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة بنجاحها.